هناك عدد من الدول قد انضمت بالفعل إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بالإبادة الجماعية. نيكاراغوا، كولومبيا وليبيا قدمت طلبا، وهناك عدد من الدول أعلنت نيتها تقديم طلب، وتقديم الطلب بالانضمام واضح أن تقدم الدولة المعنية أو التي تنوي الانضمام طلبا إلى المحكمة، بعد ذلك تقرر المحكمة إذا ما كانت ستقبل هذا الطلب، وبعد ذلك تصبح الدولة عضوا في هذه القضية أو عنصرا في هذه القضية. وبعض الدول الأوروبية أيضا قدمت أو أعلنت عن نيتها الانضمام كإيرلندا. نحن الآن في اليوم الثاني من الجلسات العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية بعد أن قدمت بالأمس جنوب أفريقيا مرافعتها التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ودعت إلى الانسحاب الفوري من قطاع غزة ووقف النار والسماح بدخول الصحفيين ولجان تقصي الحقائق لإظهار الدلائل التي تقول جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تحاول طمسها. وقالت جنوب أفريقيا للمحكمة بشكل واضح: عليك أن تتخذي القرار الآن. وتقريبا كانت الرسالة: إن لم تتحركي الآن وتكون اللغة واضحة فإنك شريكة في ذلك، لأن إسرائيل لم تلتزم بما قررته المحكمة في يناير الماضي من إجراءات احترازية طارئة من شأنها أن تحمي المدنيين في قطاع غزة. في هذه الأثناء تقوم إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية. إسرائيل تنتهج في دفاعها الهجوم على جنوب أفريقيا أولا، ثم الهجوم على حماس، تقول بأن عملياتها العسكرية في رفح ضرورية لحماية أمنها، وتقول بأن رفح فيها أنفاق تربط بين مصر وقطاع غزة، عبرها تمر الأسلحة إلى حماس، وبالتالي هناك ضرورة أمنية ملحة للدخول إلى رفح، وتعيد ما قالته في جلساتها السابقة حول وحشية حماس والرهائن وما يتعرض له الرهائن في قطاع غزة. في هذه الأثناء أيضا هناك العشرات من الإسرائيليين من المجموعات الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل التي تم تجميعها تقريبا من كل الدول الأوروبية ومن خارج أوروبا، وهم بالعشرات حقيقة أمام محكمة العدل الدولية ليعبروا عن تضامنهم مع الملف، ملف إسرائيل في محكمة العدل الدولية. لكن بالأمس جنوب أفريقيا كانت قد أحبطت مبكرا كل الدفاعات الإسرائيلية، خصوصا وأن يعني جنوب أفريقيا قدمت العديد من الدلائل بأن إسرائيل تتحايل على المحكمة، تتعامل معها بازدراء، تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، وتقوم ببعض الإعلانات والتصريحات لضر الرماد في العيون في موضوع الإخلاء وحماية المدنيين وما إلى ذلك. بعد أن تستمع اليوم المحكمة لدفاع إسرائيل والذي يستمر على مدار ساعتين، ستقرر المحكمة بعد أيام أو بعد أسابيع قليلة إذا ما كانت ستلتزم بما طالبت به جنوب أفريقيا من إجراءات احترازية. جنوب أفريقيا تقول بأن أي إجراءات احترازية أو طارئة إن لم تصل إلى مستوى وقف إطلاق النار فإن ذلك لن يجدي، لأن التجربة السابقة أثبتت ذلك وإسرائيل لم تلتزم، والضحايا المدنيين زادوا بنحو 10,000 منذ أن قررت المحكمة في يناير الماضي الإجراءات الاحترازية حتى هذه اللحظة، إضافة إلى 10,000 المصابين. وتقول جنوب أفريقيا بأن إسرائيل لديها خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين. تحاول إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتطلب من المحكمة حتى ألا تنظر في هذه الطلبات من جنوب أفريقيا على اعتبار أنها لا تقوم على دلائل واضحة ولا تستند إلى الحقائق وتعتمد على أرقام مصدرها حماس كما تقول إسرائيل، بالرغم من أن جنوب أفريقيا في كل شيء قدمته كانت تسنده إلى مؤسسات أممية معنية موثوقة رصينة لديها مراقبيها على الأرض. أيضا إسرائيل كما قالت جنوب أفريقيا استهدفت حتى العاملين في مؤسسات الإغاثة والمؤسسات الدولية، وبالتالي لم تراعي أي ضوابط من شأنها أن تحمي المدنيين في قطاع غزة. هذا فصل مهم في فصول هذه القضية الطويلة والعريضة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، ولكن هذه المرة متعلقة بشكل أساسي بإجراءات احترازية طارئة عاجلة إضافية تلزم إسرائيل بحماية المدنيين، وسيكون قرار المحكمة بلا شك مؤثر.